الأماكن اللي هي كان فيها الشجر، وآدي كان محصولنا الأساسي يا باشمهندس. بيقول لك ده من تغيير الجو، هاتوا أنواع جديدة تاني وشكوها. طب لو كنا احنا بقالنا 4 سنين وما زلنا لحد النهارده في الشجر فحماية، والناس بتقلع، والفحماية ذات نفسه ماسكة في الجلد من جوه بتاع الشجر، فبدرجة انها مأثرة على العظم ذات نفسه. بقالها سنتين بتشرب بمكنة حدافة، بيجي لها جاف، بيجي لها زيت، عمالة، شغل. خدنا منها ايه؟ 180,000 جنيه، 3 بديل عام، 180,000 جنيه. السنة اللي فاتت ما خدتش منها حاجة خالص، ولا اتقطع منها حباية. اضطريت ان انا بعمل عشان ادي لصاحب الارض حقه واسد الفلوس اللي انا جايبها من الشوادد، يا اما كده يا اما يتربح فيا الورق اللي انا مضى عليه. يبقى نجيب من ايه؟ هاي على الطبيعه هاي. كنا بنرزق، وكانت رجاله كانت بتاكل عيش، واللي كان في الشادر بيرزق، والبياع ودي. النهارده بيوتنا خربت.